من أقبح الحوايج أنك تسمع عند الناس الآخرين هي أنهم يسولوك في أمور اللي هي شخصية وما كتعنيهمش، خصوصا السؤال ديال فوقاش تجيب لنا شي بيبي، وكأنه الأمر تيخصو هو شخصيا. بعض المرات كيكون سؤال من باب المحبة، ولكن في المفروض ما خاصش يكون هذا السؤال في المحبة، لأنه بعض المرات تيأذي الطرف الآخر وتقدر تجبد عليه واحد المواجيع اللي ما عرفها إلا هو، ربما تيعطيك واحد الضحكة اللي هي نشيطة ولكن ما وراءها قصة. حكاية الليلة الموضوع ديالها أول مرة على القناة، واللي غادي يستفد منه كل شيء. اللي ما عندوش نفس المشكلة غادي يستفد أنه قبل ما يدوي يدور الكلام سبعة الخطرات في فمه. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب. سلام عليك الونيسة ديالكم أينما كنتم، إن شاء الله كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، أموركم هانية وأحوالكم طيبة. يشرفني كيف العادة أنني ديما نتلقى بكم في حكاية الناس باش كل شيء يستفد من العبر ديالها. قصة الليلة ماشي طويلة بزاف ولكن فيها عبرة قوية، خلينا ما نتعطلش عليكم أكثر، لكن قبل هبطوا لتحت خليوا لي واحد الضغط زر الإعجاب لما تيكلفكم حتى شي مجهود، ونقول لكم يلا بسم الله لنبدأ. أنا لينا، قصتي ما عمرني ما شاركتها مع شي حد، أول مرة غادي نبوح بهذا الموضوع وأول مرة غادي يكون على هذه القناة. كبرت وحليت عيني وسط عائلة اللي هي عادية، عشت شي لحظات اللي هما شويه خايبين في الطفوله ديالي من التحرش مع واحد الصديق ديال خويا، ولكن نقدروا نقولوا بلي انه هذه الحاجه ما عندها حتى شي علاقه مع شنو كنعيش اليوم، خصوصا وانني كنت صغيره اثرت فيا، ولكن فاش كبرت بحال حطيتها في واحد البلاصه في الخانه تاع دماغي وما بقيتش كنرجع كنفكر فيها، ولا عمرني ما دويت فيها حتى مع شي حد. كانوا عندي خوتي دراري وبنات، وكنت عايشه حياه اللي كانت عاديه وبسيطه. كنت من هذاك النوع ديال البنات اللي ما تيخليهمش خوهم انهم يخرجوا من غير انهم صحاباتهم يجيو عندهم الدار، ولكن ما نخرجوش. كان عندي واحد خويا اللي هو صعيب بزاف هاد الناحيه، وكان كانه كيتولى التربيه ديال بابا في هاد القضيه. غادي ناخذ الباك، وابتداء من هاد المرحله غادي يبداو عندي علاقات وغير بالتليفون. غادي ندخل في علاقه مع واحد السيد، لكن من بعد غادي نكتشف بلي انه مزوج وكذب عليا، ومن هذيك ولا عندي كره للعلاقات، وبحال بديت نوعا ما كنتقم من الدراري انني ما نكونش مخلصه في العلاقات ديالي. كانوا حاضيني ولكن شحال قدهم انهم يحضوا. غادي ندخل للجامعه وقريت فيها عامين، وهنا قررت باش انني نسافر لواحد الدوله اوروبيه نكمل فيها قرايتي، ولكن كيفاش غادي ندير؟ كانت شي حاجه اللي هي مستحيله، وكل شيء كان تيقول لي راكي غير كتحلمي علينا، وتيقولوا لي بلي انه داركم ما غاديش يخليوك، خصوصا خوك. واش هما ما خلاوك حتى انك تعتبي مع الباب الدار عاد تمشي للخارج؟ المهم غادي ندوز من واحد الحرب اللي كانت طويله باش انني نجي لاوروبا. غادي نهرب من دارنا وغادي نمشي عند واحد عمي اللي هو اللي غادي يتدخل باش انني نجي في الاخير لاوروبا. عائلتي ماشي بغاو ولكن استسلموا وقالوا صافي نخليوها دير اللي بغات، حيت في نفس الوقت كنت تنقرا مزيان وكان الهدف ديالي انني نكمل قرايتي وفي نفس الوقت نكون بوحدي. كنت باغا انني نلقى راسي واحد شويه في المغرب. طبيعه الحال كانوا تيجوني الخطاب وكنت كنوافق وكان دوز ديك الخطوبه، ولكن غير باش خويا يبعد مني ويقول راه صافي تخطبات، ولكن انا كنت كل مره كنفسخها وهي غدا، حيت نفسيا ما كنتش مستعده للزواج، كنت دايره غير باب باش انني نتنفس ونخرج. بديت كنقاد في الوريقات ديالي، ولكن قبل ما غادي نجي لاوروبا في 2016 غادي ندخل لواحد الجروب اللي كانوا فيه مجموعه من الطلبه نتاع ديك المدرسه اللي كنت غادي نقرا فيها اللي ولا اللي تقيدت فيها، وهنا غادي نتعرف على واحد البنت اللي من بعد فاش جيت بقات تصدعني باش اننا نتلاقاو. فاش وصل شهر 5 تلاقيتها وخرجت معها مع الجروب ديال الاصدقاء ديالها، ووسط ديك المجموعه غادي نتعرف على واحد الشاب من اصول عربيه ماشي مغربي، واللي كيف شافني كيف تنقولوا عجبته، ولكن انا ذا كنت انا مازال من علاقه لعلاقه ديال التفليه. باش تعرفت على هاد البنت اللي وقع ليا هو انني غادي نتناقش مع البنت اللي كانت ساكنه معايا وما بقيتش انا وياها مفاهمين، وبدات كدير ليا بزاف ديال الفعايل، فغادي نسمح في داك البيت اللي كنت انا وياها فيه وجيت سكنت مع هاد البنت اللي تصاحبت معها. وداك الشيء كامل اللي عشتو في المغرب، داك الحبس نتاع ما تلبسيش ما تخرجيش وما ديريش، كله غادي نعوضو معاها. ديك البنت خرجتني العالم اللي كنت محرومه منه، وبديت كنجرب كل شيء، بمعنى بقيت غدا كيف تيقولوا غير في الهيت ديال هاد الصديقه، وغادي يوقع ليا مشكل. سكننا في واحد الدار ولقينا داك البق في الكواتره ديالنا، خرجنا منها ودوزنا ايام في لوطيل وما بقاوش عندنا الفلوس، والديا ما كانوش ناس اللي هما لاباس عليهم باش انني نبقى كل مره كنطلب منهم انهم يصيفطوا ليا. صراحه كانت واحد المرحله اللي هي صعيبه،
وهذا السيد الصديق ديالها واللي كنت انا كنعجبو غادي يعاوننا باش انه نلقاو واحد الدار، وهنا غادي يجيني اكتئاب من داكشي اللي عشت مع هاد البنت واللي ما كانش عاجبني وما كنتش راضيه عليه، ولكن كنت نديرو وما عرفتش علاش. فحالا كنت مسجونه، نهار تطلقت ما عرفتش كيفاش نطير. جربت انني نشرب، جربت انني نخرج بالليل ونسهر، جربت انني نلبس قصير، نلبس داكشي اللي ما كانوش كيخلوني نلبسو، اي حاجه ممنوعه عليا جربتها، وهادشي اللي غادي يوقع ليا. في الاخير ما ارتحيتش في هذيك الحياه، وفهمت باللي انه هادي راه ماشي طريقي، وجاني تأنيب بالضمير بيني وبين راسي، ودخلت في حزن وما رشقتش ليا على الحياه. هاد السيد اللي ما كنتش مسوقه ليه كان ديما تلقاه في جنبي، تعاوني نفسيا وماديا، وتيحاول انه يخرجني من القوقعه فاش طحت. دار معايا بزاف ديال الامور اللي كانوا زوينين، اللي خلاوني نحس به انه انسان مزيان وتيبغيني، كيفاش تيشوفني، كيفاش كيتعامل معايا وتيضحي معايا. فهاد المرحله انا وليت باغاه، غادي نتخرج وغادي ندير الحجاب ديالي في نفس النهار اللي كان انا ذاك في رمضان، وليت كنصلي وما بقاتش عندي ولا ادنى رغبه انني نجرب شي حاجه من داكشي اللي دوزتها من قبل، حيت داكشي كان بحال شي حاجه غير تحبست منها وبغيت انني نجربها باش ننتقم من القوانين تاع دارنا. وعرفت بلي انا وداكشي في الاخير راه ما صالحش ليا، وليت كنقلب باش انني نحسن راسي. فهاد المرحله من حياتي داك الانسان غادي يصحني بواحد الامر، قال لي بلي انه ممكن يكون عنده واحد المشكل ديال الوليدات وانه عقيم، قال لي بلي انه فايت لي كان مزوج اصلا ودار شي تحاليل انذاك مع الطليقه ديالو، وخرجت ليه النتيجه بلي انه ما كيولدش وليدات. انا ذاك كان عندي 21-22 سنه، كنت نقول داكشي ماشي مشكل، الوليدات الا ما كانوش راه ماشي شي حاجه مهمه في حياتي. هو كان مصر على انه يشرح لي ويقول لي كلشي على الحاله ديالو، لكن انا في الاخير وافقت عليه وعلى اللي فيه. جا خطبني، تزوجنا وعشنا مع بعضياتنا، كلشي كان مزيان، عشت معاه حياتي كانت زوينه وتيدير لي اللي بغيت، واذا كنت مقلقه حتى هو كيكون مقلق. هذيك صاحبتي اللي كانت عزيزه عليا كنت تنجيبها عندي للدار، شافها صاحب راجلي وقال لينا راني تنقلب على شي وحده للزواج. انا مشيت دويت معاها ولاقيناهم مع بعضياتهم، وكانوا بزاف ديال الحوايج اللي غادي يخليوها انها ما تزوجش به، فحاولت انني نوريها الايجابيه في هذه العلاقه، حتى بغاته وتزوجاته. حضرنا في عرسهم وحنا اللي وقفنا لهم على كل شيء، كنا حنا هما العائله ديالهم، عاوناهم في كاع المراحل من الزواج ديالهم، ولاو ديما عندنا في الدار، وتنخرجوا تنسافروا وكنشاركوا معاهم كل شيء. هاد البنت كانت عزيزه عليا بزاف، وكنت كندوي معها اكثر من اختي. راجلي فاش غادي يقرر يدير الشركه ديالو غادي يبغي يسر هذاك الامر، وقال لراجلها اللي هو صاحبه هاد الشيء بقى ما بيناتنا، واذا بغيتي تجي تخدم معايا مرحبا. بدا كيخدم معاه وعطاه واحد الدور مهم في ديك الشركه، ولكن الاخر ما كانش تيخدم، وما عرفناش شنو كان كيقول لمراته اللي هي صاحبتي. وفي اخر المطاف هاد الكوبل ولاو حاطين عينيهم على شنو عندنا، الرزق اللي عطاه لينا ربي وشحال عندنا. راجلي فاش شاف ان الخدمه ما غاداش مزيان مع هاد الصديق قرر باش انه ما يكملش معاه، وهنا غادي يبان الوجه الحقيقي ديالهم بزوج. صاحبو تقلب عليه وصاحبتي تقلبت عليا، داك صاحبو بدا تيحرش الخدامه على راجلي وهي كتجبد مني الهضره، واش غادي تشري هاد الطوموبيل، انا على نيتي صافي غادي نشريوها، وكنعطيها التصف ديال حياتنا. وكتنوض هي كتقولها لراجلها، تمشي تيقولها للخدامه اللي عند راجلي في الشركه، انتما كديروا كتفعلوا كتضربوا تماره، والسيد غادي يشري الطوموبيل لمراته، وتفاصيل اللي كانت كثيره. المهم هاد البنت كان كلشي تيقول لي بعدي منها، حيت كانت كتقلدك في كلشي وكتعاند معاك، وانا كنت يجيني هذا الامر عادي، تنقول لهم لا يمكن واش تعجبها الذوق ديالي وصافي، تحد ما كان كيرتاح ليها، ولكن علاقتنا كانت قريبه بزاف، واذا دخلوا في مشاكل كنبقاو معاهم حتى كنصلحوهم، كانت علاقه اللي هي زوينه، ولكن في الاخير غادي يختاروا باش انهم يبينوا وجههم الحقيقي. تصدمنا فيهم، حاولنا اننا نتلاقاو وندويو، لكن هي كانت باغا تدبز مع راجلي وما حملاش، وفهمنا في الاخير بلي انا وهاد الناس عينيهم ضيقه وقلبهم عامر من جهتنا. تصدمت وقررنا اننا نبلوكيوهم، لانه ذاك النهار شفت الشر خارج من عينين صاحبتي، ما تقبلتش الامر وكان صعيب علينا، لكن ما قدرناش نخليهم في حياتنا. من بعد ما دوزنا عامين ديال الزواج انا وراجلي، ودرنا دارنا وانا خدمت وهو ترقى في الخدمه ديالو، ولاو عندنا صحاب اللي عندهم وليدات، واللي بطبيعه الحال كنفرح ليهم، ولكن تيولي عقلك كيقول لك راه راجع الوقت انت عادي، وهنا عاد فين غادي تبدا حكايتي.
فجات هذه الفكره، جا القرار اننا غادي نمشيو نبداو التحاليل باش نشوفوا واش ممكن نديروا اطفال الانابيب. انا كان عندي كل شيء مزيان، ولكن هو كانوا تيقولوا بلي انه غادي يديروا لي شي عمليه باش انهم ياخذوا لي واحد الماده اللي بغاو باش انهم يديروا بها ديك العمليه ديال اطفال الانابيب. كاع التحاليل كانت كتاكد بلي ان هاد العمليه راه مزيانه، وغدا هي هذيك غادي يدخل فعلا العمليه وغادي يخرج منها وهو تحت التخدير. وانا كانت جات عندي الطبيبه وكانت قالت لي بوجهها بلي انه زعما راه ما لقينا والو، زعما ديك الماده اللي خاصنا ناخذوها باش نديروا ليك بهذاك التلقيح ما لقاوهاش عنده. وانا هذه بالنسبه ليا غادي تكون اول ترفيقه خديت في حياتي، حيت بديك الوقت سبحان الله ما حد كان كبر وكيولي عندي حب وشوق للامومه، وخصوصا فاش كتلقاي الانسان المناسب كتبدي تحلمي معاه بديك الحاجه. يعني الفكره ديال الاولاد ما جات عندي حتى تزوجت بهذا الانسان. فاش قالت لي الطبيبه داكشي انا ذاك ما قدرتش صراحه لا نبكي ولا نضحك ولا حتى شي حاجه، جمت وبحال شي حاجه دوات ليا في كرشي وفي حلقي وما كنتش كنحس براسي مزيان. فاش غادي يفيق راجلي قلت ليها شنو طرا، ولكن راه ماشي مشكل، ماشي الاولاد هما كلشي، حنا المهم هادي وهادي وهادي، تنحاول انني نصبر راسي ونصبروا معايا. ديك الوقيته غادي نزل المغرب، مشيت عند واحد الكوتش وشكيت عليه وعاودت ليه شنو كاين. سنيتو يقول لي اذا كان هاد الشخص بهاد النقطه داير لك مشكل تلقاو بدا حياه جديده. حتى تفاجات وقال لي داكشي اللي ما كنتش باغا نسمع، ما عرفتش علاش. قال لي واحد الجمله اللي ما عمرني ما نساها، قال لي عرفتي علينا تيجيو عندي بزاف ديال الرجال تيقولوا لي راه بغينا امراه تيقلبوا على بنات الناس، وكيجيو هاد بنات الناس اللي بامكاني انني نقول لهم هادي بعيني مغمضين، ولكن فاش كتجي عندي امراه وتقول لي راني بغيت نتزوج ما نصحبش ولد الناس. حيت ببساطه ولد الناس قلالوا في هاد الزمان، وحسيت انه هو ثاني، ولكن حسيت انه الفراق ماشي هو الحل. من مور ديك العمليه داز شويه ديال الوقت وبديت كنحس به بحال بدا كيدير شي حوايج باش اننا نتفارقوا، وغادي ندوزو من واحد الوقت اللي كانت صعيبه بزاف، حيت هو بالنسبه ليه كان كيجيه تاني بالضمير انه ما يخلينيش نعيش هاد الشيء. انا كنت كل مره كنرجعوا ليا وتنقول ليه لا ما نقدرش نتفرق معاك، والوليدات اصلا حلمت بهم وانا معاك، وما كنتخيلش راسي مع شي شخص واحد اخر. وكيف قلت لكم هو اصلا واحد الشخص اللي هو مزيان ومخصصني من والو وما تيدير ليا والو باش انني نقول صافي نمشي نقلب عليهم بلاصه واحده اخرى. المهم دازت واحد الوقيته ومشيت كنشوف اطباء ديالنا في المغرب وحاولوا من جديد بريجيم ودويات معاه، وعاودنا ديك العمليه اللي من بعد 6 شهور غادي تكون نفس النتيجه انه ما تيلقاو والو. من ديك الوقت الى يومنا هذا اللي عندي فيه 28 سنه مازال ما كاين والو، وبديت كندخل لراسي الفكره ديال اننا نتكفلوا ماشي نتبناو، حيتاش تبني حرام عندنا في الاسلام، شي طفل بنيته ولا وليد المهم اللي كان. بديت كندخل الفكره لراسي وهو تيكون مره معايا ومره ضدي، وبالنسبه ليه شي حاجه اللي مازال ما تقبلهاش. راجلي تيقول اذا انا بغيت نتكفل يعني راني باغا نكون ام، يعني ما خصناش نبقاو مع بعضياتنا، وبلي خاصني نمشي نشوف حياتي في جهه واحده اخرى اللي نقدر ندير فيها وليدات. انا من ديما ضد الفكره وكندبزو بزاف بمجرد ما كنتناقشوا في هذا الشيء. واحد الوقيته ولا هذا الشيء كياثر عليا، اذا تفرجت غير شي فيلم واذا شفت غير شي فيديوهات في انستغرام تيبغي يكونوا عندي وليدات، وتنحماق عليهم وتنبدا نقول يا ربي حتى انا راني بغيت، وتنبدا كنحس بلي شي حاجه زوينه كتفوتني وكنخاف نخلي هذا الراجل على قبل هذا الشيء. غادي تجي واحد الوقيته اللي غادي ندخل فيها في اكتئاب، وليد ديما معصبه وراجلي مره ما نحملوش، مره نتعصب عليه، مره كنبغيه. ومشيت شفت اطباء نفسيين حتى مؤخرا غادي نجلس انا وراجلي فوق الطبله، وقلت ليه كاع داكشي اللي في خاطري، لانه كنت من ديما تنخاف نقول ليه بشنو تنحس، حيت تنقول اذا قلت ليه المشاعر ديالي كيف ما هي الحقيقيه ما يبقاش معايا. فاش وصلت لهاد الحاله جلست معاه وهضرنا وقلت ليه شوف فلان، انا تنبغيك بزاف ولكن باغا نعيش دور الامومه مع الطفل ديالنا ولا متكفلين به، انا باغا نكون ام وصاف، ربي ما رزقناش من بعضياتنا وليدات، نقدر نتقبلها، ولكن باش انني ما نكونش ام لشي بيبي اللي هو محتاج هاد الشيء عقلي ما كيتقبلهاش. حاولت نشرح ليه بلي انني حساسه في هاد النقطه، خصوصا فاش تمشيو للمغرب عماماتي خوالاتي تيبقاو يسولوني وفوقاش الوليدات، بطبيعة الحال تنعطي ليهم واحد الوجه اللي تنكذب عليهم به، وكنبقى نقول ان شاء الله باقي شي شويه، ولكن داخليا داخليا كنتدمر وتنحس براسي بلي انني ماشي مزيانه كاع. عاودت لي كاع اللي في قلبي وانا متشبته
بالفكره ديال اننا نتكفلوا بشي بيبي، وديما فين ما كنا كنهضروا في الكفاله ما كناش كنتفاهموا، لانه انا كنت كنوصل ليه الرساله بطريقه اللي هي خايبه، بمعنى اذا ما كانش تكفل انا ما غاديش نبقى، وكنت كنمشي كنخرج وكنطج من الدار، لانه كان انا بالنسبه ليا هو تمنعني منها، وهو بالنسبه لي بلي انا ما باغاش الاولاد، وهذا كيعني بلي انا ما غاديش نبقى معاك. ما كناش فاهمين بعضياتنا، لكن بعد هاد الجلسه هضرنا وتفاهمنا، ولا مع الفكره ديال التكفل ولا كيشجعني عليها. غادي نمشي نشوف الخيريه، وشفت شنو خاصني باش انني نديرو، ولقيت بلي كاينه واحد الحاجه سميتها لا لاكتاسيون اندويت، او ما يسمى باضرار الرضاعه او لا تحريض الرضاعه، بمعنى المراه فاش كتحمل وكتولد هذاك الحليب اللي كترضع به ولدها تيكونوا هرمونات اللي تيخليو داك الحليب انه يخرج. وفاش سولت في الخيريات في المغرب لقيت بلي انه كاين واحد تريتمون اللي كتبعيه قبل ما يعطوك داك البيبي اللي كيخلي واحد النوع ديال الهرمونات انهم يخرجوا ينتجوا الحليب، واخا انت ما حملتيش ولكن كترضعي داك البيبي وكتكوني الام ديالو بالرضاعه. بدينا خدامين في الوراق فعلا، ولكن مشكلتي اليوم انه لما كنت كنسمع في واحد الحكايه بلي انه صاحبه الحكايه ديك صاحبه القصه كان خاطبها الاول صراحه بلي انه ما تيولدش، من بعد وقعوا مشاكل اللي تفرقات معاه وولدات مع شخص ثاني اللي كان مناسب ليها، وفهمت بلي انه كون قبلت على الاخر بلا ولاد كانت غادي تعذب في حياتها. وانا فاش نسمع بحال هذا الكلام كنت تخربق، تنحس براسي بلي انني ما خصنيش نبقى معاه حيتاش هو ما تيولدش. عاود فاش كنسمع شي وحده كتبدا كتحكي القصه ديالها بلي انها كتنتمي لواحد العائله اللي ماشي ديالها في الاصل وغير مربينها، كنبقى نقول واش حتى انا واحد النهار الطفل اللي غادي نربي غادي يقول عليا نفس الكلام، علما انه في النيه ديالنا اذا شدينا شي طفل غادي نبداو معاه منين يحل عينيه، نفهمو شكون انت، نخدمو ليه على الشخصيه ديالو باش انها تكون قويه ويكون فخور بشكون هو. ولكن فاش نشوف رده فعل البنيتات اللي تربوا مع ناس ماشي والديهم تبدا طرح بزاف ديال الاسئله، واش بنتي ولا ولدي حتى هما فاش غادي يكبروا غادي يعاودوا قصتهم وشنو غادي يحسوا، شنو الفكره ديالهم انا ذاك. انا ما عارفش كيفاش ندوز صراحه لكم المشاعر ديالي، لكن كتجيني شي وقيته تنقول الحمد لله على كل شيء، يمكن ربي اختار لي حياتي بحال هكا، يمكن الكفاله نتاع بنيته ولا زوج ممكن يكون يوم خير كبير ليا لما يكبروا ونحس بداك الاحساس ديال الامومه معاهم ونبغيهم ويبغوني ونفرح ليهم. بعد مرات تنقول واش كتفوتني شي حاجه زوينه في حياتي بزاف انه يكون عندك بيبي من الصلب ديالك، عايشه وسط واحد الانفصام ديال الشخصيه غير ما بيني وما بين راسي. طبيعه الحال هاد التفاصيل ما تنقولهمش لراجلي، وحنا خدامين على الاوراق اليوم. تيجيني واحد الخوف من نهار تزوجت انه اذا تعطلت عليا الدوره الشهريه ولو غير 5 ايام تيسحب ليا بلي انه راني حامله، والفكره ديال انه ما غاديش يجوني وليدات وبلي انه راجلي عقيم مازال ما تقبلتهاش نوعا ما. وانا تنحكي لكم قصتي تذكرت وانا فاش كنت صغيره كانوا تيقولوا لي على الزوج الاحلام، وكنت نقول لهم بغيت يكون ان شاء الله شي واحد اللي كيبغيني بزاف وكيبغي يسافر وفين ما بغيت يديني يفششني واللي حليت فمي عليها يجيبها ليا، وبغيت حتى المساعده. وفاش كانوا تيقولوا لي تديري ولادك وتشوفي واش هادشي كله غادي يبقاك، كنت نقول لهم الله يستر. واليوم فاش كبرت لقيت بلي انه ربي عطاني داكشي كامل اللي حلمتي به، وراجلي تيبغيني وكيبغي عائلتي وتيفكر فيهم اكثر مني وما خلى فين داني، وشجعني حتى كملت القرايه ديالي وليت انجينيور، وفين ما بغيت ندير شي حاجه في حياتي كنلقى معايا وبجنبي، يعني اي حاجه تمناتها البنت في الزوج ديال الاحلام ديالها انا لقيتها فيه. ذكي ومن والو وصل بزاف ديال الحوايج في حياته، حنين وما كيتعصبش نهائيا وكيبغي الخير للناس بزاف ديال الحوايج، لدرجه اي واحد تيشوفنا تيقول لنا نتوما كوبل زوين وكيبقاو كيدعيو معانا. انا ما كرهتش اليوم انه اي واحد سمع قصتي او داز من تجربتي ينصحني ويعطيني الراي ديالو في هذه الخطوه اللي بديت نتاع الكفاله، حيتاش انا حاليا رجل قدام ورجل اللور ما بين المشاعر وما بين المنطق. نصيحتي لاي واحد كيسمعني نقول لبنيته كيف حالي، كلنا كنبغيو تكون عندنا صاحبنا بحال نسير سورتو هنا في الغربه كتشاركوا دي مومون زوينين خايبين، تحطوا الراس على بعضياتكم، تكونوا اهل ثقه وعائله لبعضكم، هادشي كله زوين ما يعرفوا معامل. انا يمكن ما عنديش زهر في هادشي وميه بزاف عليها خسرت نبقى فينالمون بوحدي حيت النية وقلت النية ما كيتلاقاوش، صدقوني تبقاو بوحدكم حتى هي زوينه بزاف،
كتبقى احسن ما تثقوا في انسان وديروها، خصكم في الاخر تشوفوا هاد الانسانه السم والشر ديالها صافي ما بقاش قادره تخبيه. انسان مقوت قلبها خياب ولات كتقول شي حوايج بلا ما تحس. هذا اكثر منظر يمكن انا خايب شفته في حياتي، وكانت صدمه اللي ما تمنيت من اجهاش سورتو ملي كتجي من انسان اللي هو عزيز. حاجه اخرى، لي بونسي ديالكم لي بروجي شنو باغين ديروا خليهم راسكم، ما تكونوش كتاب مفتوح. حيت واخا تكوني قلبك انت مزيان، راه ماشي كلشي في حالك، والمظاهر والهضره والضحك راه عمرك ما كتعرفي بهم الانسان شنو كيحس من الداخل. وربيت انا لو غيزونمون قبل ما نقول شي حاجه اللي غتجرح صاحبتي ولا غتاديها او جاوني دي زيدنوا، نفكر نجلس واحد شويه مع راسي ونفكر شنو دوزت مع ديك الانسانه، شنو دارت عليا، شنو اللي جات زوينه اللي كدير معانا معايا، ونشوف واش هذاك الشيء اللي انا كنفكر فيه مطابق مع هذاك الشيء اللي كديرو معايا. وديك الساعه نجرح هذيك الانسانه وماشي مشكل نهائيا. الناس اللي ما كيدخلوش سوق راسهم، اللي كيبقاو يسولوا اشاك فا، اللي ما مزوجاش فوقاش غتزوجي، واللي ما والداش ومزوجه فوقاش غتولدي وعلاش وكيفاش، واللي والده ثانية كيجبدوا لي حوايج اخرين، بغيت نقول لهم ان المهم انا كتجيني بعد هذه صفه من الجهل ان الواحد يسولك على شي حوايج اللي قسمه ونصيب، على شي حوايج اللي بالقدره ديال سيدي ربي اللي كيطرا وماشي بالقدره ديالنا حنا. وثانيا هذه شي حوايج اللي كيبقاو شخصيين ديال الواحد، حتى شي واحد ما عنده الحق يسولك على هاد الحوايج، حيت انت اللي كتعيشيهم وانت اللي عارفه فوقاش باغا تزوجي وفوقاش ما باغاش وفوقاش غتولدي وفوقاش ما غتولديش وفوقاش ربي غادي يبغي فهاد الشيء كامل. المهم ثالثا واخيرا، ندعيو معايا ربي يدير لي اللي فيها الخير. وشكرا اختي اميمه بزاف حيت عطاتيني الفرصه نعاودك الهستوار ديالي وشاركها مع الناس. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكاية لينا يا سادة يا كرام. هذه الحكاية غادي نهضروا فيها في بزاف ديال النقاط. النقطة الأولى، الناس اللي فيهم المرض ديال قوة الأسئلة، علاش ما ولدتيش؟ فوقاش وليدات؟ راه حشومة وعيب، لأنه بحال في الحكاية ديال اليوم يقدر يكون مشكل نتاع شي حد من الطرفين، وكنزيدو كنحرجوه بهذه الأسئلة اللي ماشي سقنا فيها اصلا. النقطه الثانيه، قارنتي راسك مع الحكايه ديال الناس اولا مع دي كوبل وحده اخرين، هذا خطا كبير، لانه واش الرزق ديالك هو الرزق نتاع دوك الناس الاخرين؟ واش راجلك هو راجلها؟ واش نتوما هما؟ بطبيعه الحال لا. راه تيقول لك في المنع عطاء، بلي انه هاد الساعه ماشي خير في دوك الوليدات اللي غادي تجيبهم صلبكم، يقدر يكون ماشي خير لهاد الساعه ولا حتى للساعه اللي من بعد، الله اعلم. هاد الامور هي ربانيه وما كتجيش وكتعطى غير هكاك عبثيه، ولكن الا لحكمه لا يعلمها الا الله سبحانه. ربي نعم عليك بواحد الحياه سبحان الله اللي زوينه وزوج صالح، وانا عارفه بلي انه هاد النقطه قاصحه، لان الوليدات هما رزق، لكن ربما اذا جاكم هذا الرزق تشتت العائله ديالكم وما تبقاوش مع بعضياتكم، او لا يخرج شي حد فيهم مريض اللي يخليكم انكم تندموا بزاف، او لا يخرج فيهم شي واحد مريض او لا شي حاجه اللي ما تقدروش عليها. كاينين بزاف ديال النقط اللي هما باطنيين اللي ماشي غير اجيو فهمهم. حاولي انك تشغلي بالنعم الاخرى اللي عطاهم لك مولانا. اكيد انه الامومه اي وحده كتمناها في اي سيتواسيون كتكون في حياتها، ولكن ربي عالي وعالم علاش ما بغاش يعطيها لكم دابا. انا غادي نقول لك، قلت لك في الخاص، توكلي على مولانا، راجلك شدي بيه بيديك وسنانك. ربما كون كان العكس كان غادي يبقى معك الله اعلم، ولكن بقاي مع راجلك في السراء وفي الضراء، وعلى نيتكم ترزقون، ربي غادي يفرحكم وغادي يرزقكم على قد نيتكم ان شاء الله. ربما ربي بغاكم انكم ديروا خير واجر كبير اللي خدم على حياتكم كامله في شي طفل انكم تكفلوا به، الله اعلم. يا متابعين يا كرام، خليوا تعليق او خليوا الاراء ديالكم لينا غادي تقراها ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو غدا يمكن ولا بعد غدا الله اعلم. سلام سلام.